فلم يكن الجميل صالح نصف الليل سيدين وانتصرين تلاقونا تفرحونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد السادة المشاهدين، نرحب بحضراتكم في برنامجكم نصائح نصف الليل. ها نحن ذا في نصف الليل نتناصح، نتواصى بالحق، نتواصى بالصبر. وبداية نرحب بفضيلة الشيخ سيد عبد الحي من علماء الأزهر الشريف. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ، نورتنا في هذا البرنامج، حياك الله. بداية يعني نريد أن تكون هذه الحلقة حلقة إن شاء الله شيقة جميلة نستفيد منها، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ندرس فيه أو نتعرض فيه لشيء يسمى التنويم الإيحائي أو التنويم المغناطيسي، نسمع عنه كثيرا، نراه في الأفلام، أحيانا يأتي في مسار السخرية، أحيانا يأتي في مسار الجد. فما التنويم المغناطيسي وما حكم الشرع فيه؟ فما التنويم المغناطيسي وما حكم الشرع فيه؟ وبداية يعني يتفضل فضيلة الشيخ حفظه الله يحدثنا عن حكم الشرع ورؤيته للتنويم المغناطيسي، أو الأساس الذي ينظر به في الشرع إلى التنويم المغناطيسي وغيره من الظواهر أو من الفنون الجديدة. لا نريد أن نقول علوم، لأن الإسلام يشجع العلوم، وقل رب زدني علما، فليس هناك علم قائم على أسس علمية متينة إلا وهو مأمور به أن يستزيد منه المرء بلا حدود وبلا نهاية. ولكن بالنسبة للتنويم المغناطيسي، ما هي رؤيتكم يا فضيلة الشيخ سيد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبارئ ابي بدء ورحب حضرتك وربنا ينفع بيك. حياك الله، ربنا يبارك فيك. ولكن اظن ان المسألة كده تكون مقلوبة علميا. نعم. المعروف في القاعدة العلمية الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنا عايزين ندي صورة لتطبيق هذا في هذه المسألة للسادة المشاهدين. يعني يبقى حضرتك هتعرفنا بالتنويم المغناطيسي او التنويم الايحائي، وبناء عليه حكم الشرع ياتي بعد. بخصوص التنويم المغناطيسي او التنويم الايحائي، هو لا يزال فرع معرفي. انا شخصيا بحسب تخصصي يعني لا يعني اميل الى هذا الجانب، ولكن ينبغي ان نعرض يعني نبذة عنه. التنويم الايحائي هو عملية استرخاء ذهني ونفسي. الإنسان بيحس باسترخاء شديد جدا، في هذا الاسترخاء الهائل يعني هو يكون مركز على شيء بعينه، وفي هذا الوقت هم يقولون، يعني أنا قد لا يعني أنا أنقل ما يقولون وإن لم أكن يعني معهم في ذلك، أنه في هذا الوقت العقل الباطن يخرج متوفزا فيتقبل الأوامر. وفي هذه الحالة نستطيع أن نؤثر على هذا الإنسان تأثيرا نفسيا وذهنيا بأن نوحي إليه شيء، لذلك سمي التنويم الإيحائي، أو نقترح عليه شيء، أو نعزز عنده شيئا ما. لأن في الحالة دي بيكون العقل الواعي، العقل الظاهر اللي هو العقل الذي نتعامل به ونتكاتف به، في حالة نوم، بينما العقل الباطن هو في حالة يقظة، يستقبل الأوامر الإيجابية، وتستطيع أن تؤثر فيه وتبلغ بهذا الإنسان الذي خضع للتنويم الإيحائي أو التنويم المغناطيسي، تبلغ أعلى المدى والأثر. هم يقولون أنه طريقة رائعة للمداواة، للعلاج، للتأثير، وله تطبيقات كثيرة. ويقال أن بعض العلماء يعني استطاع من خلاله أن يجري عمليات من غير أي يعني دينج أو أي شيء تخدير، فهكذا يقولون. وأنا لي رأي، ولكن يعني هذا هو التعريف، هذه هي النبذة التي قيلت عنه. طبعا يعني هو كان معروف قديما، هو ليس فرع معرفي جديد ولا شيء، ولكن عرفه المصريون القدماء يقولون، عرفه الهندوس، أمم متعددة وأديان متعددة عرفته. بالنسبة للمصريين القدماء لما عرفوه كان طقس من طقوس الكهانة، يخضع المريض عندهم أو الإنسان عندهم إلى هذه الجلسات الاسترخائية فيعززون عنده ما يشاءون. وكان طبعا على ايه عادة المصريين في هذا الوقت ان كل شيء هو كهنوتي يختص به الكهنة فحسب. في الهند يعني بعض الهندوسيين او بعض الايه الهنود كان يمارسه كحالات استشفاء، وطبعا معروف حتى اليوجا وكذا وغيرها من المناشط ومن الايه الرياضات والتريضات يعني تستعمل انواع قربت او بعدت عن ذلك. فاذا هو فرع معرفي. انا شخصيا لم اقف على نظرية علمية ثابتة به،
هو لا يزال مطروح، لا يزال قيد البحث. فمن خلال هذا التعريف هل يستطيع شيخنا الشيخ سيد انه يذكر يعني حكم الشرع او تفضل؟ انا قصدت ان انا اقول لحضرتك هذا الكلام حتى نضرب لسادة المشاهدين مثال في كيفية تناول المسائل العلمية الحكم الشرعي فيها. نعم. علشان احكم على مسألة شرعا لازم اعرف ماهية هذا الشيء. نعم. الشيء ده هو ايه علشان احكم؟ احكم عليه مش مجرد العنوان. نعم. احكم من خلال العنوان انما حقيقته. ونظر الكلام اللي حضرتك قلته. نعم. تمام. نظر لحضرتك بتقول الكلام مش لم يثبت بعد. يعني هذا وجهة نظر. لا مع احترامي للايه؟ يعني توضيح الذين يفعلون هذا. نعم. توضيحهم لهذا الشيء مختلف. نعم. ولذلك اختلفت وجهة نظر اهل العلم العلم بالشرع في هذه المسألة. فمنهم من قال انه محرم. ليه؟ لانه بيستخدم فيه الجن، ويستخدم فيه السحر، ويستخدم فيه الكهانة. استاذن بس شيخ سيد، يعني ما قرأت حتى يعني ننصف هؤلاء الناس، وان كنت انا لا اتفق معهم. هو اتكلم عن جانب من قالوا. طيب. يعني هذا ليس كل الكلام فيه. نعم. فاذا كان بيستخدم بهذا الشكل فهو محرم قطعا. يعني هو ليس فيه جن يعني بحسب ما قرأت. لا انا بقول لحضرتك الكلام. انت بقول ايه الذي لا هو بعض اهل العلم قال بناء على هذا الكلام. نعم. لما كان يعتقد ان الامر كده او قيل لهم هذا قالوا خلاص هذا محرم. نعم. البعض قال بجوازه نظرا للكلام اللي حضرتك ذكرته الان. نعم. بانه يكون به استشفاء وليس فيه استعانه بالجن ولا بالسحر وما الى ذلك، والموضوع له اصول وقواعد يعملون بها. نعم. فاذا كان كذلك. نعم. فبهذه الحاله يكون جائزا. فلذلك حاطين المساله جواز وعدم جواز. نعم. الجواز اذا كان خطأ من الاصل اي يستعمل في ضرر، فبالتاكيد القاعده الشرعيه اللي ارسلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يبقى اذا كان ضررا واستخدم للاضرار. نعم. باحد فيكون محرما. نعم. اما اذا كان دواء او علاجا لبعض الامور او لبعض البشر دون ان نعرف نحن اسبابه، فالمهم ان به فائده، فاذا كان به فائده او فوائد فيكون في هذه الحاله جائز. لكن احنا عاوزين اللي بيتكلموا فيه بصراحه. طب ليه لماذا يخبئون سر هذا الامر؟ هو يعني حتى ننصف هؤلاء الذين يقولون به التنويم الإيحائي أو التنويم المغناطيسي هو عبارة عن استرخاء ذهني. بالنسبة على أنه ظاهرة استرخاء يعني علميا أنا أتكلم الآن لا شيء في ذلك، ولكن ينحى به نحو أن التنويم المغناطيسي طقس وأشياء، وبعضهم يقول لابد يعرف به معرفة الغيب به. لابد من حوض او شيء او اشياء من مثل ذلك، وقضيب ممغنط وماء ممغنط بحسب هذا الغلو كما تفضلت، يعني يستعمل فيه جن او كذا، فهذا ايه بالفعل يعني يكون ايه محرما او كذا. ومعنا فاصل ثم نواصل بعده، فابقوا معنا. التنويم المغناطيسي. تعرف على التنويم المغناطيسي، هل هو علم، قدرات خارقة، سحر أم خرافة؟ معنا على شاشة قناة الصحة والجمال، تعرف على كيفية الوصول إلى حالة التنويم المغناطيسي. تحكم بالمشاعر السلبية، استعمل طاقاتك الذاتية في حياتك اليومية، تخلص من مشاعر تزعجك، حكايات تفيد حياتك من خلال التنويم المغناطيسي. تابعونا على قناة الصحة والجمال. التنويم المغناطيسي. تعرف على التنويم المغناطيسي، هل هو علم، قدرات خارقة، سحر
أم خرافة؟ معنا على شاشة قناة الصحة والجمال. تعرف على كيفية الوصول إلى حالة التنويم المغناطيسي. تحكم بالمشاعر السلبية. استعمل طاقاتك الذاتية في حياتك اليومية. تخلص من مشاعر تزعجك. حكايات تفيد حياتك من خلال التنويم المغناطيسي. تابعونا على قناة الصحة والجمال. على قناة الصحة والجمال. بنشكي بنحكي بنحكي والأمل نتريح وردنا بحبنا وردنا وأمانات صحورنا كلامكم الجميل رايح نص الليل سيدين وانتو السليم تلاقونا تفرحونا عدنا. القضية الرئيسة الآن إذن بخصوص قضية التنويم الإيحائي أو التنويم المغناطيسي، وكما أسلفنا وقلنا هو عبارة عن حالة استرخاء ذهني ونفس يكون فيها الإنسان في قمة الاسترخاء، بحيث أنه يدعى أنه نائم وهو غير نائم، ولكن هو في حالة استرخاء تام. يقولون إن عقله الباطن بيكون يعني في أعلى درجات التحفز والتوفز، يمكن الإيحاء إليه، اقتراح شيء عليه، يمكن تطهيره من شيء. بالنسبة لوجهة النظر العلمية حول التنويم المغناطيسي، أنت تفضلت شيخ سيد فقلت الوجهة الشرعية أنه لو كان أداة لشيء مباح وأدواته نفسها مباح وفي إطار المباح فهو مباح، ولو قصد به ضرر أو قصد به إضرار أو التبس بسحر أو بصنع شيء فيه من الخزعبلات والخرافات وكذا من مناهي الإسلام فهو بالتالي إيه؟ حرام. بالنسبة للوجهة العلمية يعني هو فن لا يزال قيد البحث. أنا بصراحة لست من أنصار التنويم المغناطيسي، لابد هناك من منهج علمي، منهج علمي صحيح سديد. وأنا أرد على من يقول بالتنويم المغناطيسي بأشياء، يعني منها أول شيء أن العلم له مواصفات وسمات، فمن مواصفات العلم العمومية والشمولية. هذا التنويم المغناطيسي هل تستطيع أن تنوم به كل أحد؟ كل أحد يستطيع أن ينام بالتنويم المغناطيسي مثلا؟ وطبعا في اتجاهان، إن التنويم المغناطيسي هو عبارة عن يعني قدرة جبرية خارجة عن الإنسان تخضعه للنوم، وهذه المدرسة مدرسة ضعيفة جدا قال بها الإيه؟ القليل. والافضل انه استجابة طوعية للنوم. زي ايه؟ نضرب للسادة المشاهدين مثال، الام عندما تهدد ابنها الصغير نام يا حبيبي نام او كذا، وتقعد تمسك ابنها تكرر بعض الكلمات عليه بحيث ان ابنها بيحصل له اشبه كده بايه؟ بتخدير، ثم يذهب في النوم. وقصص الاطفال قبل النوم، الاطفال بتتشوف وتتشوق الى هذه القصص، لان القصص دي بتعمل عندها استرخاء، حالة كده ايه؟ ريلاكس عالي كده، فايه؟ يستجيب وينسدح للنوم. فكذلك التنويم المغناطيسي لو قالناه بهذا الامر، التنويم الايحائي، فلا شيء، هذه ظاهرة نحن نستشعرها. منظمة الصحة العالمية بتقول ان 90% من سكان الارض يخضع لهذه الظاهرة، 90% يخضع للظاهرة. هي لم يعني ايه تحسن تنويم مغناطيسي او احائي، ولم تعتمده كاسلوب اساسي للعلاج، لا تزال اجتهادات حوله، وبعض الناس يعني يغالي فيه. هي ترس الظاهرة موجودة، ترس الظاهرة موجودة اللي هي ظاهرة الاسترخاء الذهني، انما خلفيتها العلمية ايه؟ صح، هذه ليست يعني لا زالت في طور الايه؟ التحقيق. البعض يغالي في التنويم المغناطيسي ويقول ان التنويم المغناطيسي اداة رائعة، اداة رائعة لماذا؟ في عالم مثلا علم الايه؟ العلم الجنائي والجريمة وكذا. ليه؟ بنجيب الواحد اللي شاهد، لان الشاهد من رأى شيئا ممكن تحت التهديد وتحت وطأة الخوف من انه يظهر شهادته ينسى التفاصيل، فبيقولوا نخضعه لتنويم إيحائي مغناطيسي، فيقول يذكر الملامح، والانسان في حالة التنويم المغناطيسي يكون على طبيعته، يأتي بما عنده. دي بها الناحية الشرعية لا يؤخذ بها حكم طبعا حتى الى الان، يعني وليس طريقة من طرق الاثبات. نعم، المحاكم الى الان يعني هذا الامر ليس من طرق الاثبات المعتمدة الرئيسية، وإلا قضينا على كل الجرائم قلنا جبنا قانونا. نعم، ومن قبل قانونا شرعا ايضا. نعم، لا يعني هذا شيء لا يقر شرعا. نعم، من خصائص العلم، المنهج العلمي اللي بندرسه للطلبة، العمومية والشمولية. فلو ان هذا الشيء مضطرد وشامل
ونستطيع أن نعممه لقضية على كل الجراء. نجيب أي مجرم نخضعه لتنويم مغناطيسي يقوم يقول كل حاجة خلاص وانتهى الأمر. في كلية الشرطة كانوا ياخدوا كورس تنويم مغناطيسي. نعم يعني حتى يعني في المباحث يطلع معاه كورس تنويم مغناطيسي ويليم ويعلم هذا كذلك. نعم. كلية الحقوق أو بعد ما عين ياخد كورس في التنويم المغناطيسي والمجال المشاكل أو المسائل دي تكون اتحلت معه. فهو لا يزال فرع معرفي خاضع للتجارب. نحن لا نقول هذا يعني استهزاء أو سخرية أو يعني نقول إن الذين يأكلون به محض مخطئين. لا هي وجهة نظر. أنا اجتهادي أنا لا أؤمن بهذا التنويم الإحاء ولا أؤمن بفوائده ومعي بذلك أدلة. الدليل الأول أن المنهج العلمي وأن العلم له سمات وخصائص مفترضة مطلقة يدرسها كل طالب في دراسات عليا أو أي طالب درس منهج علمي منهج البحث العلمي من سمات العلم العمومية والشمولية. فإذا خضع البعض له ولم يخضع البعض الآخر دي ظاهرة أخرى. إن العلم يعتمد على أساس معرفي متين أساس مادي. أما الأشياء المعنوية مثل التنويم المغناطيسي استجابة البعض له عدم الاستجابة هذه لا تزال أشياء معنوية لأن العلوم الإنسانية الهيومان ساينس الشيخ سيد والسادة المشاهدين يعني هذه العلوم يعني لا تزال علوم نسبية. ليس التطور في علم الإنسان إلى الآن كما التطور في علم الطب علم الفيزياء لأن الظاهرة نوعان في ظاهرة إنسانية وفي ظاهرة علمية. الظاهرة العلمية زي الماء الماء يغلي عند درجة 100 مثلا تحطه في مسجد هيغلي تحطه في معبد سيغلي الماء يغلي هنا هناك إذا خضع لهذه الدرجة فدي اسمها ظاهرة علمية مضطردة مطلقة. أيضا في شيء هذا ليس وحيا من الله عز وجل. نعم. لو أن هناك وحي ولم يصل العلم فيه إلى شيء فنحن نقول فيه سمعنا وأطعنا. هذا ليس من الوحي هو اجتهاد معرفي. نعم. لا يزال الباب فيه واسعا. أيضا حالات الشفاء البعض يقول إنها من تخيلات المرضى يعني الواحد يخال له ويتخيل إنه شفي وهي حالات بتكون إيه ذاتية وليدة خيالات الإيه المرضى. لذلك يعني أحد من اكتشف هذا العلم اللي هو فرانز أنطوان اللي في منتصف القرن الثامن كان بيعتمد في حالات العلاج به على حوض ممغنط وعلى قضبان يعني صي أو قضبان ممغنطة وعلى ماء ممغنط. فالجمعية الفرنسية في هذا الوقت استدعته وحاولت انها تستكشف ذلك فاثبتت زيف يعني القضيب الممغنط الماء الممغنط الحوض اللي هو فيه وان لم تنكر عملية الايحاء نفسه ان في حالات استرخاء وكذا. فدي ايضا من الاشياء. العالم البريطاني اللي هو جيمس بريد في منتصف يعني القرن التاسع عشر هذا العالم اهتم ايضا بحالات التنويم الايحاء المغناطيسي وخلص الى شيئين هامين جدا. الشيء الاول انه ظاهرة تخضع للايه للملاحظه العلميه. فهذا شيء رائع جدا. ظاهره تخضع للملاحظه يمكن دراسه لما تبقى حقيقه علميه. نعم يعني لا تزال الظاهره العلميه والحقيقه. نعم. العلميه الحقيقه العلميه تكون ثابته. نعم. اما الظاهره. نعم. فهي ما ليس ظاهره تظهر وتخبو. نعم. والحقيقه هي عباره عن الايه الساينتفك لو او القانون العلمي اللي بيستخلص من عده ظواهر. نعم. يعني القاعدة أو الحقيقة العلمية هي تفسر عدة ظواهر علمية تفسير مضطرد. نعم. من ثم تكون قانون علمي أو كما تفضلت حقيقة علمية. الشيء الثاني اللي جيمس بريد أثبته إن التنويم المغناطيسي هو عبارة عن استجابة طوعية وليست استجابة قهرية. ما فيش خارق ما فيش شيء سوبر يعني لا ده هي استجابة طوعية يخضع لها كل أحد. فإذا بخصوص التنويم المغناطيسي هو لا يزال فرع معرفي تحت التجربة هو ظاهرة قابلة للدراسة والبحث ليس فيها بات علمي ولا نستطيع من هذا المقام لا أنا ولا يعني غيري فيما أعرف وفيما قرأت ودرست وأدرس إن أحد يبطلها بالتمام. كذلك لا يمكن لأحد أن يثبت تجاربها بالتمام. فهي في الأقصى فرع معرفي أيها المشاهد قابل للدراسة. فإن تلبس به شيء غير شرعي أو قصد به اضرار وشيء غير شرعي كما تفضل فضيلة الشيخ سيد حفظه الله انه في هذه الحال انه ممنوع شرعا. اما اذا يعني في طور البحث والتجارب والاثباتات وله منافع ما وان اذا كان في علاج فلا بأس. مثلا نعم. اذا كان هناك اذا كان طريقة لعلاج نعم بطريقة غير محرمة شرعا نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العام في مسألة العلاج نعم. قال في الحديث الصحيح تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء
إلا أنزل له دواء علمه من علم وجهله من جهل. فقال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في معنى هذا الحديث. نعم. يعني إذا استطعت أن أنفع أخي بأي وجه كان، بأي وجه كان، هذا الوجه يكون مشروعا. نعم. وليس محرما. فإذا كان كذلك فمرحبا، احنا محتاجين الأمراض كثيرة والناس محتاجة علاج كثير. طبعا. وعايزين وسائل يعني غير نمطية للعلاج. نعم. بس بشرط ألا تكون محرمة في ذاتها. نعم. ولا تكون محرمة لغيرها، بمعنى أن لا يكون في هذا الشخصين. تفضل من معي. أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أستاذ أحمد. أنا أحمد، كنت عايز أقول بس لحضراتكم أنا مشاهد البرنامج وهو برنامج جميل وبيناقش قضايا جميلة جدا. نعم. وجزاكم الله خيرا. بس أنا كان ليا تعليق مهم جدا، ويا رب يفيدكم ويفيدني ويفيد الأستاذ المشاهدين. اتفضل يا أستاذ. أنا قبل كده كنت فعلا بعاني من أمر عصبي بينفذني، وكان هو طريق موقف شفته قبل كده، وكان فعلا حاجة بتتعبني يعني، فما حدش عارف يعمل معايا علاج أو حاجة غير دكتور في مصر، طبعا مش هقدر أقول اسمه، بس هو يعني عالجني عن طريق التمرين بجحة، اللي أنا استرخيت فعلا عنده جلسة أو اثنين استرخيت، و ابتدي يقول لي هات الموقف، جبنا الموقف، ابتديت ان انا جميل. مره في السر دي يعني السر كم واحد يعرف؟ نعم. مفيش حد يعرف خالص، يبقى زواج باطل. نعم. انما زواج سر على بعض الناس. نعم. نعم. لان المساله نسبيه، انا مش هاجي اتزوج هروح جاي اعمل اعلان في القنوات او اعلان في الجرايد ان فلان تزوج فلان. نعم. الاشهار شيء اساسي في الزواج لكنه نسبي. نعم. انما ما يكونش بينه وبينها بس. نعم. ممتاز شيخ سيد، لان هذا في هذا تيسير، لان بعض الناس بصراحه كان حواء مظلومه، يعني يقول اي زواج سري لا ينفع، لا، العبره اللي هي الاركان الشرعيه. مساله. نعم. مساله نسبيه. نعم. حضرتك ممكن يبقوا حد عارف من هنا حد عارف من هنا، انما سر مطلق لا. نعم. لا مطلق يعني لا ينفع، ولكن هو سر على بعض دون البعض لتحسبات اجتماعيه، لظروف خاصه، حتى هي في حاجه مهمه. نعم. كل الكلام ده حفاظا على المرأة نفسها. نعم. يعني لما يعلم هذا عن الرجل ويظن به السوء شيء سيء جدا، لكن نعم. الأسوأ منه أن يعلم ده عن المرأة ويجي يقول له ده قالوا إنها متجوزة علشان يداروا. نعم. اللي حصل. طبعا احنا بنخاطب كل الناس، فعاوزين نحافظ على المرأة. نعم. حضرتك اخترت الكلام عن أو ذكرت الكلام عن حواء، عن هذه الزهرة الغالية. نعم. طيب احنا بنحافظ عليها والشرع بيحافظ عليها طبعا. نعم. طيب فضيلة الشيخ، قضية خطيرة جدا تعرض لحواء في هذا الزمن المتغير، الزمن الذي كثرت تناقضاته وتغيرات. يعني هنا واحدة تسأل تقول انا بنت عمري 18 سنة وتسكن مع اختها، وزوج اختها يتحرش بها، بتحرش بها وتكاد الامور تصل لدرجات من التلامس والاشياء الايه المنهي عنه، تخاف ان تخرب على اختها وتفضح الدنيا، وبعدين هي لا مأوى لها، باباها ميت ومامتها ميتة وقاعدة مع اختها، ما الحل في مثل هذه الامور؟ دي من الاشكالات الكبيرات اللي تتعرض لها حواء. قبل ان اتعرض لهذا السؤال حتى لا تكون اجابة منقوصة في السؤال نعم. السابق. طب. احنا ما اتكلمنا على جزئية السر، او ان السر مسألة نسبية على البعض مع بقية شروط الزواج. نعم طبعا مع بقية شروط الزواج، لان بعض السادة المشاهدين ممكن ياخد من كلامنا دلوقتي جزء يقول لك هو قال يجوز اهوت وينسى حكاية المسألة النسبية، لا الكلام ده مع بقية الشروط تتعلق بالاعلان بس، مجرد الزواج. انما بقية الشروط والاركان لابد انها تكون موجودة. غير انه صحيح زواج السر صحيح يعني هذا يعني ما دام مكتمل الشروط كما سر، وهنا مش هنقدر عليه سر، ما يكونش سر مطلق. سر مطلق. انا بركز بس ان يكون بقية الشروط والاركان تكون موجودة. نعم. السؤال بقى قضايا التحرش طبعا من القضايا الخطيره جدا، وطبعا العيد كل سنه والساده المشاهدين طيبين واحنا طيبين كلنا، مضى العيد وللاسف ظاهره التحرش من اكثر الظواهر انتشارا في مصر بلد الازهر للاسف. وتظن حضرتك انها هتنتهي؟ نامل ذلك، نحن نامل يعني، ما رايكم يا شيخ يعني تكون هذا
ليه؟ لان الاسباب لم تعالج. يعني جذع شجرة الشوك لا يزال يروي. فكلما نزعت الشوك ينبت غيره. ينبت غيره. نعم. نعم. طيب الاسباب لم تعالج. ولم تعالج امنيا ولا قانونيا. نعم. هذا لا يعالج. هل تقصد بالاسباب ايه؟ البعد الاقتصادي، البعد المادي، كل ده له دخل طبعا. نعم. البعد الايماني. البعد وليس الإيماني. ليس لوحده. نعم. ولكن تعرف حضرتك ان الظاهرة او الشيء الواحد نعم. لا يتحكم في عامل واحد. نعم. انما عدة عوامل. نعم. طيب اذا كنا البعد الاقتصادي، نعم، الشباب فين هيتجوز فين؟ نعم. ده هو امله قبل ما يموت انه ممكن يلبس بيبل. يعني نعم. خلاص ما عندوش امل، الامل عنده معدوم انه يتزوج. نعم. وبعدين الغريزه جواه. نعم. والغريزه ضغط عليه من ضغط عليه داخليا. نعم. فلا يوجد طريقه للحلال. هي توليفه من العوامل طبعا. نعم. يقع على راسها العامل طبعا الاقتصادي، لانه في يسر اقتصادي ويسر الزواج. لان للاسف الى الان قضايا المهور في الريف، الريف الذي يعني تتزوج بناته مبكرا في معايير عاليه جدا، ايش شبكه وايش كذا، يعني الامر في الايسر يعني ساعتها بنقول شبكه سودا يعني. يعني الامر في المدينه ايسر بكثير يعني، وان كانت الازمات موجوده. فاذا قضايا المهور من القضايا المهمه في المدينه. نعم. الشقه اهم من الشبكه طبعا. الشقه اهم من الشبكه. الشقه والشبكه يعني الاثنين يعني ما ليس هناك تنازل يعني على الغالب. يبقى اذا قضايا التحرش هذه موجوده بشده، وللاسف يعني مصر بلد الازهر. هذا ما يؤلم ويؤذي. نعم. مصر الشهامه والرجوله، الشباب المصري اللي بيعين المحتاجه والمسكينه ويعني يحافظ عليها يكون لا في الحديث تحرش. يروح جاي واقف من نفسه يجد واحده ست يروح جاي واقف. نعم. وعشان تقعد دلوقتي لا ما تقعدش. للأسف. أهم شيء انها تبقى واقفه يعني. للاسف يعني نسال الله العظيم السلامه. وللاسف حالات التحرش وكما يعني تفضلت وكما قيل وغياب القدوه عوامل عده. وغياب القدوه. نعم. غياب القدوه في هذا. نعم. وغياب الناحيه الايمانيه. خلاص انا فين؟ ربنا 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 بيسامح. وللاسف الوسائل المعرفيه زي الافلام والمسلسلات يعني بتضخ كميه هائله، بيجيب غير والمشاهد اللي بيعمل عربي ويجيب البطل اللي يعني محبوب جماهيريا. فيبقى الشاب بيقلده، يجيبوه في الاخر انه يعني ايه يعني سلوكياته دي وبطل، يعني يجي بطل رغم ان سلوكياته حتى لو جاب ابتدى في الاخر. نعم. انت جاي في مشهد في الاخر انه اهتدى وانه بقى كويس وبقى موزون. نعم. جاي تعالج دي في مشهد. طب ما بقيت الكل احيانا لا ياتوا به في هذا المشهد. يعني التوبه تجب ما قبلها، اللقطه دي قد تجب ما قبلها، ولكن يا ريت يجيب اللقطه بقليل ما تاتي هذه اللقطه. للاسف الافلام دلوقتي كميه العري، كميه الايه. من هذا بقى، من هذا التهرش اللي في السؤال. نعم. حضرتك. نعم. السؤال هو في ضائقه اقتصاديه. نعم. وايه اللي اضطرها انها تجلس هي واخوها مع اختها عند زوج اختها؟ السؤال ثانيا يعني تقول انا بنت عمري 18. نعم. سنه، باباها ومامتها متوفيه. نعم. وقاعده مع اختها، جوز اختها بتحرش بها وبتحرش بها بتلامس وبطريقه شديده قد يفضي الى سوء. فهل تخرب على اختها؟ هل تقول لها تروح فين وهي لا معيشه لها الا معه؟ اولا في مخالفه شرعيه اصلا. نعم. لماذا تعيش في الاصل مخالفه شرعيه؟ بسبب ضيق الاقتصادي. نعم. هي مضطره انها تقعد. نعم. ده احنا بس بنوصف المساله. طبعا لا شك هذا ليس في يدها. في شيء اقتصادي يلف هذه القضيه. نعم. ان في ضعف اقتصادي. لا ادرى. نعم. اختها توفر لها مثلا حتى لو شقه مساحه واسعه، شقه جنبهم كذا لاختها، بس في ضيق. فالعامل الاقتصادي شارك هنا، ولكن هي لا تبين ان كانت طالبه او هي بتقول ايه دلوقتي. ان انا قلت له كلمته وهددته، ها لو ما بعتش هقول لي ايه لوالده، وهو هددني قال لي لو ما سكتيش يعني هتخربي على اختك. فهي في حيره من امرها، تقول لي بابا ولا انها تسكت علشان اختها. يعني من القضايا اللي زي دي يعني ان لها ان تتصرف. يعني هي ان شاء الله اولا نسال الله تبارك وتعالى لها ان يجعل لها مخرجا وتترك هذا البيت الى بيت يصونها باذن الله عز وجل. نعم. اول ندعو الله عز وجل لا بها. اللهم امين يا رب. لكن هي تظل على تهديدي. ما دام لسه خايف من ابوه. نعم. يبقى تستغل هذا الامر. ولكن هو يهددها بالتالي. يبقى يحصل توازن في التهديد. نعم.
يعني نقول الى ان ياذن الله عز وجل وتتزوج وتترك هذا البيت، او يا ربنا تعالى سبحانه وتعالى يوسع عليها وعلى اخوها وينتقل الى مكان اخر. يبقى اذا نقول للاخت السائله اني اعانك الله، مش ما اقدرش اقول لها سيب البيت وخروج. طبعا طبعا نقول لها اصبري صابري، حاولي ما استطعتي يعني بعيد عنه. طبعا ابتعي، لا لو بتعمل في حاجه بتخرج حاول انها تكون لا تتواجد معه في وحده، وما تبتعد لو جاي لوحده تخرج. نعم تخرج ثم اختها يعني لا هو لو كان لوحده لو كان لوحده يبقى تفتعل اي شيء انها تخرج. وتبقى طبعا عارفه خط سيره بيجي امتى ما بيجيش امتى، وتكون اختها دايما موجوده حتى لا تحدث الخلوه. يبقى اذا السائله الكريمه حفظها الله، نسال الله العظيم لها التوفيق والاعانه والثبات، وان يحفظها ويحفظ جميع بنات المسلمين، انها بالفعل يعني انها تحرص الا تخلو مع زوج اختها، تكون ملازمه لاختها، وكما تفضل فضيله الشيخ تعرف مساراته، بيروح شغله امتى، بيرجع امتى، ايه الوقت اللي ممكن بيكون فيه فاضي، وتلتحم باختها الحجره اللي بتنام فيها. نعم جيد، لابد من الاغلاق. نعم. وممكن يعني مش تصرح لاختها يعني تصريح قد يؤذيها وكذا. نعم. بتقول لها بس تديها ايه من اطراف الامور ما تجعل اختها تنتبه، انها تراقب زوجها لان كلام اختها وسيطرتها على زوجها فيمنع هذا التحرش. ونسال الله العظيم لها ايه يعني التوفيق والسلامة، وان كانت القضية قضية عامة. نسمع يا شيخ يعني موجود حالات حتى يعني نسأل الله السلامة يعني بين المحارب، يعني اشياء كثيرة جدا قد تقع، وهذه ايضا لعدم يعني ظرف اقتصادي بالطبع، ولكن البعد الثقافي والديني والايماني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح علموا اولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. نعم. كثير من الناس والساده المشاهدين يذكروا اكيد يعني الغالبيه حافظه الحديث ده. نعم. لكن هل هذا الحديث بتماله؟ لا، في جزئيه اخيره. نعم. وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. ليه؟ يعني في وقايه. نعم. في وقايه حتى لا نصل الى هذه الامور. يبقى فرقوا بينهم في المضاجع من اول 10 سنين، ما فيش حد يعني ينام في غطا واحد. نعم. واحنا داخلين على الشتاء. نعم. يعني يبقى كل عاوز يتدفى بقى كده. لا، من 10 سنين مش هنقول يبقى في اوضه، هو دي مساله مش متيسره. طب على السرير لوحده برضه يعني صعبه، اقل القليل، ولكن هذه الخيانه الاخويه ومراعاه للبعد العمومي، حتى الذكور مع الذكور والاناث مع الاناث والذكر والانثى مع بعض. الاخوه والاخوات الوحيدين في الدنيا كلها شرعا اللي يجوز لهم يتغطوا بغطا واحد والزوج والزوج. صدق صدق، تقطع لباب الفتنه وقطع الوقايه. نعم. ويعني زمان كده كان في الثمانينات كان بيجي برنامج في الاذاعه ماذا تفعل لو كنت مكاني، والمسائل الحساسه اللي من الانواع ديت كانت بيجيبها في مجلتين. نعم. مجلتين كانوا بيعرضوها، فكنت احريص على حريص على قراءه هذا، فاجد مآسي بسبب عدم تطبيق هذا الحديث. نعم. يبقى فيه المحارم اللي حضرتك اشرت اليه بسبب يعني اللامبالاة والجهل بهذا الامر. واحيانا يقول لك يعني انتوا هتتهموا الناس، مش دي وقايه. صح، هذه وقايه. وبعدين حتميات، يعني كما تفضلت فضيله الشيخ، هذا الامر يعني علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون ذلك، دي مرحله من مراحل المراهقه المبكره، المراهقه الاولى للشاب وللفتاه يعني ايه على السواء. الكلام ده حتى في الاجيال السابقه. الاجيال دلوقتي 10 سنين ده بيعرف اكتر من عارف كل شيء، فدي شيء طبيعي، شيء بيولوجي طبيعي بيمر به كل جسم بشري، شيء طبيعي ان الانسان الطالب الصغير عندما يكبر شيء طبيعي انه يعني يبلغ بقى الحلم، والناحيه الفسيولوجيه عنده بتتغير، وظائف الاعضاء عنده، بالتالي في مرحله استحلام وفي مرحله بقى ايه نمو يعني، وهذه مرحله طبيعيه. فالمرحله هذه النبي صلى الله عليه وسلم من قديم الزمان مذ بعثته صلى الله عليه وسلم قال وفرقوا بينهم في المضاجع، وكما تفضل فضيله الشيخ هذا هو الحد الادنى، يعني الحد الادنى انك في المضجع خلي غطان وحده، وده بعيد يناموا بالتخالف. يعني اذا في فرصه بقى كل واحد له سريره ده الشيء الرائع، كل واحد له غرفته ده الشيء المثالي، ولكن الحد الادنى هو علشان يعني استاذ احنا بنتكلم كل المشاهدين مش كلهم في درجه واحده. طبعا ممكن واحد من المشاهدين يقول لي طيب البطانيه بكام؟ اقول له والله في بطانيه غاليه فكها باثنين ثلاثه. نعم. هات اقل جوده على حسب استطاعتك. لله بركم. يعني بالفعل يعني في وسائل كثيرة جدا أيها المشاهدون الكرام
لتحقيق هذا الامر. حتى لو الظرف الاقتصادي ضاغط ولا تستطيع ان تفرق بين ابنائك، يعني كل واحد على سرير على الاقل في المنامة الواحدة، ما تخليهمش ايه ملتحمين رأس في رأس، لا ممكن ده ينام بالمخالفة. اما كأولاد وبنات لا بد حتما من الفصل. وتفضل فضيلة الشيخ قال كلمة حلوة ان احنا لا نتهم احد ولا نقول شيء، بس ده شيء بيولوجي طبيعي ربنا خلقه. الولد بينمو، الولد بيقرأ، بيعرف تأتيه منامات معينة، بيحتلم، هو في سن طبيعي. أنا وأنت مررنا بهذه الأمور، ولا حياة في الدين، فنحن لا نتهم أحد، ولكن أن تسكت أيها الوالد، أن تسكتي أيتها الوالدة عن هذا الأمر والولاد ينام وانت محسنة الظن. نعم نحسن الظن بأبنائنا، ولكن دي مرحلة بيولوجية فيسيولوجية سيكولوجية، كل حتميات عمرية لابد أن يمر بها. فالولد ما يكون نايم مع أخوه غطاء واحد قد تأتيه أحلام، مراودات، مشاهدات معينة، لو مع أخته فالمصاب المصاب، نعوذ بالله من ذلك، دي كارثة. لا، البنت تنام لوحدها، الولد ينام إيه لوحده. والأفضل حتى الأب والأم فضيلة الشيخ إنهم ما يناموش مع أولادهم كلهم في أوضة واحدة، دي فوضى. ربنا سبحانه وتعالى نظم هذا الأمر وقال الاستئذان 3 مرات، يعني لابد من استئذان، وإن الولد إذا بلغ الحلم يفتح الباب على باباه. الأب والأم يفضلوا معقدين لأن حياتهم مشكلة. نعم، حتى لو في ظرف اقتصادي، يعني ظرف اقتصادي نقدر نستطيع بوسائل، ما في حاجة اسمها ملاية، في حاجة اسمها كارثة ملاية وحاجة أما بس أوضع كلهم لا، كمان دي تمنع الرؤية لكنها لا تمنع الصوت. ما هو دي مشكلة يعني. هو احنا بنتكلم يعني كما كان الراجل مش يقدر يقول لزوجته كلمة حلوة ولا تقدر تقول له كلمة حلوة. نعم، اللي بقى في التليفون يخرج بره يكلمها. على العموم القضية خطيرة جدا ايها المشاهدون الكرام، وبفضل الله عاد في وعي دلوقتي عند معظم الاسر، ولكن نحن نتكلم على البعض ممن يعني يعيش في غرفة واحدة او غرفتين بالكاد. في ادوات كثيرة، وسائل كثيرة تستطيع ان تحمي بها ابنائك، الوالد مع الوالدة، رؤية الأولاد لأبويه في حالة حميمية خاصة، هذه تؤذي ابنك وستؤذيك وسترد عليك بالضرر. فينبغي على العاقل من الآباء والأمهات أن يفرقوا بين أبنائهم. لا نقول غرفة وسرير وإمكانات اقتصادية هائلة، الحد الأدنى، الحد الأدنى قد يكون على سرير واحد، ولكن هذا في طرف وهذا في طرف، هذا له غطاء وذلك له غطاء. ومع البنات والأولاد لابد أن يكون الفصل حتميا، طبعا بلطافة، بلطافة الأب والأم، يعلم لإيه لابنه، نام يا حبيبي عشان ترتاح، عشان تاخد راحتك في النوم. مش لازم تصريحات أو اتهامات أو أشياء تزلزل ثقة الفتى والفتاة وهم صغار في أنفسهم. تمام صحيح، في أدوات كثيرة للتعبير، والأب والأم عليهم أن يتعلموا ذلك، عليهم أن يرصدوا ذلك في أبنائهم. يا جماعة نعوذ بالله، يعني حالات المحارم، حالات الفحش بين المحارم موجودة، ولا ندس رؤوسنا في الرمل. الإنسان العاقل من أسباب التقدم للشعوب، وهذه تجربة. أول شيء بح بالمشكلة، اعرضها، فصلها، صفها وصفا أكيدا. اثنان، اقترح لها علاجات، جرب هذا العلاج، إن لم ينفع جرب الثالث الرابع، إن لم تنفع هاتي خبير يطرح علاجا فعلاج آخر فكذا، إن لم تنفع العلاجات هاتي بعضا من هذا على بعض من هذا. ولا بد من علاج، ما من داء إلا وله دواء، ما من مشكلة إلا ولها حل، دي حتميات طبيعية. أما من يكون لا حل لا جديد تحت الشمس، ده إنسان واهم في يعني نفسه له وعبث واوهام ووسائل. لا جديد تحت الشمس ديت يعني نو نيو اندر سن. لا ده مخالفه. نعم، مخالفه لقول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، تعبير بالفعل المضارع. نعم، ويخلق يعني في خلق متجدد مستمر، يعني مش لابس كل يوم هو شيء. نعم، لله دركم يا شيخ. بالفعل يعني طبعا هذه الاحباطات، واحد يقول لك نعمل ايه وكذا وهي الظروف والدنيا، وعن احنا تربينا كده، نربي ابنائنا كما تربينا. انت تربيت قد يكون كذلك، ولكن وقتها المؤثرات الاعلاميه والضخ الاعلامي مش زي دلوقتي، تليفون موبايل مع الولد الصغير، افتح نت والقنوات، يعني كل الدنيا مفتوحه، تعقيدات الحياه، الدنيا مفتوحه، والفتى الصغير يرصد ويعرف ويفهم ويعي. يعني كان الواحد يدخل يتجوز زمان محتاج كورسات علشان يفهم، دلوقتي ما شاء الله العيال صغيرين جدا ولسه في مرحلة الابتدائي الجونيور، ولسه والله ويعرفون الكثير الكثير. فيا أيها الوالد، يا أيتها الوالدة، ابدأوا بأنفسكم، أبناؤكم أمانتكم. ما هو مش معقول الوالد يحرص على شغله وكل يوم يطلع بدري ويكابد المشاق
ويراعي عمله ويسيب الناتج الاكبر ابنه ذريته فلذته كبده. يعني لا اقول لحضرتك بس حاجة، انت حضرتك ولا تقول كلام عن المرأة. نعم. هنا المرأة دورها اقوى من الرجل. نعم. الام هي دورها اقوى من او هذه الامور يعني انها تعرف. ولذلك ينبغي ان يكون عندها ثقافة شرعية في المسائل دي. نعم. ثقافة شرعية وضيف اليكم حفظكم الله ثقافة شرعية وثقافة سيكولوجية. تعرف اقول ثقافة شرعية. الثقافة الشرعية تدفعها الى الناحية المعرفية السيكولوجية. نعم. تعرف اطباع ابنائها بناتها بينمو ازاي. وبعدين دلوقتي بفضل الله يعني نسبة الامية تتلاشى شيئا فشيئا الاجيال الصاعدة. لا الامية في القراءة والكتاب. القراءات العلمية فضلت الشيخ بفضل الله كثيرة وثيرة. نحن في عصر السماوات المفتوحة. تمسك كده بس ريموت بضغطة زر تجيب قناة طبية تجيب قناة معرفية تجيب وتعلم لا لأحد حجة. نحن في زمن السماوات المفتوحة لا لأحد حجة. ومعظم الناس عارف يعني ايه انترنت، يعرف يقرأ جرايد غيره يقرأ عليه. يعني لا سبيل الى التجاهل ولا سبيل الى بشرد القناة في الرمل. طيب فضلت الشيخ نيجي لشيء تاني. الو معنا اتصال. ايمان اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اكلم مع فضيلة الشيخ؟ اتفضلي يا استاذة ايمان، معاكي فضيلة الشيخ. لو سمحت يا فضيلة الشيخ انا عايزة اسأل عن حكم فقهي. اتفضلي. لو سمحت زوجي قال لي لو رحت عند اختك قال عليا الطلاق من فراش عند اختك. ده حكمه ايه؟ اللفظ بالضبط. قال لك لو رحت عند اختك ولا قال لك عليها الطلاق ما انت رايحه عند اختك؟ لا قال عليها الطلاق ما انت رايحه وده كان لاسباب كان هي حصل كده ظرف في الولاده فوالده ووالدته وصلوا له الصوره غلط فحدث كده فده حكمه ايه؟ كان يقصد طلاق؟ نعم. كان يقصد الطلاق؟ لا هو قال عليها الطلاق بس قال كده وخلاص يعني. اه طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. ماشي يا اختي ايمان شكرا جزيلا. على الطلاق هذا يقوم مقام يمين فعليه الكفاره ولا يقع به طلاق عليه كفاره. نعم يعني اذا ان شاء الله يطعم 10 مساكين. يعني اذا الاخت ايمان ان لم يستطع. نعم. فهيصوم 3 ايام. نعم اخت. نعم ولا يكون طلاقا. فضيله الشيخ يقول ان يعني هو لعله لم يقصد طلاقا طلاقا بعين ولكن هو قصد اليمين اقسم عليك. نعم. يمين بهذه الصيغه قصد به يعني انه يجبرك يعني زي ما يقول والله ما انت رايح. نعم فهذا يقوم مقام. نعم. يمين بالله فهذا يمين ما لم يعزم ويعقد النيه على الطلاق لان. نعم. الطلاق له اسلوب ثاني واشياء ثانيه. نعم. فاذا باذن الله يعني كما والفتوى على هذا يعني. نعم. الفتوى على هذا شيء. نعم انه يمين يجري مجرى اليمين ويكفر عن هذا اليمين اما ان يصوم او طبعا كده هو انه يطعم. انا جبت له من الاخر يعني. جبت له من الاخر يعني يا ريت يطعم 10 مساكين. هو زي اليمين يعني. نعم. زي اليمين فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. نعم. او كسوتهم او تحرير رقبه. في التخيير في الثلاثه دول طبعا ما فيش رقاب فيش عديد عشان يعتقوا. نعم. يبقى عنده 2 حق في الواقع الحق الان. نعم. انه يطعم 10 مساكين من الوسط بتاعه او يكفيهم. نعم وسط مساكين يعني الناس العامه يعني الوسط يعني بياكل ايه يعني بياكل يوم بياكل لحمه او سمك ولا كل يوم بياكل متوسط يعني بياكل طعميه يعني. نعم. متوسط حاله. نعم. اذا لم يستطع. نعم. فمن لم يجد. نعم. فصيام 3 ايام. نعم. باين لان بعض الناس بتجعل بان بالتخيير. اصوم 3 ايام وخلاص. لا. لا اذا لم يستطع تركيز للترتيب وفي تخيير في الاول. نعم. فاذا لم يستطع واحده من 3. نعم. الاطعام او الكسوه او ال او عتق الرقبه. نعم. مفيش الثلاثه دول فبينتقل الى الصيام 3 ايام. نعم. وليس طلاقا ان شاء الله عز وجل. نعم. اذا فضيله الشيخ الاخت ايمان نبهتنا ايضا لشيء ثاني اللي هو الغضب معاملة آدم لحواء يعني حالات الغضب ما بين الزوجين ودي لعلنا في الصحة والجمال كان في برنامج صباح حواء قديما من سنة تقريبا وكنت ضيفا فيه كثيرا تردادي هنا عمليات التعامل حواء مع آدم حالة اسمها يعني مقاتل الحب الأشياء اللي تقتل الحب اللي هي حالات العصبية الزوجة بتعصب الزوج بيعصب يقوم الزوج بيستعمل الكروت الحمراء يعني بيبدأ من الآخر طلاق على طول على طول يعني ده من اتحاد الكورة على طول يعني في الكورة في كروت متعددة يعني ينتهي بالأحمر أما ده بيديها على طول الإيه
اللي يعني يا ريت دي ميرت، لا ده بيبدا على طول يعني ايه يديها الفصل النهائي. فاذا يعني حالات الرفق ما بين الازواج ينبغي ان تكون موجوده، الظروف ضاغطه، النفسيات تتغير، التفاعل النفسي ما بين ادم وحواء يعني هذه هو كثير من الازواج كل واحد متحفز للثاني، نعم مستني غلطه، والحياه ما تكونش كده ابدا، نعم لابد ان يتحمل كل منهما الاخر. نعم وطبعا الواجب ما بين الزوجين لانها سكنه، والزوج هو المسؤول في الحالات دي، نعم هو المسؤول عن ايقاع الطلاق، ولذلك جاءوا ولانه لازمك بس يعني ناخد فاصل ان شاء الله ثم نعود معنا فاصل ايها الساده المشاهدون ثم نواصل بعده، فابقوا معنا. وأمانات تحول كلامكم إن جميل يحمل